يبدو أن قرار تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة سيأخذ وقتا أطول، فبعد مشاورات أجراها الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين مع الأحزاب الفائزة بالانتخابات لبحث مرشحيها لرئاسة الحكومة، تحتدم المنافسة بين رئيس حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو ورئيس حزب أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس. المشاورات انتهت بتوصية 55 عضوا للكنيست بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة مقابل 54 صوتا لصالح تكليف غانتس بالمهمة. القائمة العربية المشتركة في الانتخابات الإسرائيلية أعلنت أنها ستدعم بيني غانتس لترأس الحكومة الإسرائيلية المقبلة. دعم القائمة جاء بعد تصريحات نتنياهو للمطالبة بضم غور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل في حال فوزه بالانتخابات، وهو ما يبدو مخالفا لبنود اتفاقية أوسلو الثانية. بدوره وزير الدفاع السابق أفيغور ليبرمان أعلن أنه لن يؤيد بنيامين نتنياهو أو بيني غانتس لترأس الائتلاف الحكومي المقبل. نتنياهو وفي رده على مجريات الأوضاع قال إن الحكومة الوحيدة التي يمكن تشكيلها في إسرائيل في ظل الظروف الراهنة هي حكومة وحدة وطنية، والتي تبدو بحسب مراقبين آخر مناورات نتنياهو في محاولة للبقاء في السلطة لولاية خامسة حتى لا يلحق بتهم الفساد التي تحيط به.